أهلا بكم. سحبت الجهات المعنية نحو 6156 رخصة سيارة خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتركيب الملصق في 30 من مارس الماضي. وشددت أيضا الجهات المعنية عن أهمية وجود الملصق الإلكتروني، حيث يحتوي على شريحة بها رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، حيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهة المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور. ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها سيارة أو دراجة نارية أو نقل أو مقطورة، ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها أي الحارة المرورية، مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق. ويتيح لأجهزة الأمن أيضاً وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً، ويمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً ومنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية. أيضاً يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة. ويهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة، المرور على الطرق أو الانتظار وغيرها دون توقف. ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية خصم أو مخالفة أو رسوم تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة. ويساهم أيضاً الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها. نصل مع حضرتكم إلى الختام، في كل الأحوال نشكر حضرتكم على طيب المتابعة، وانتظرونا دوما في المزيد من تلفزيون اليوم السابع. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.